السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي المشاهدين، كيف انتما؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى تكونوا في صحة جيدة وتكون الأحوال ديالكم طيبة. فأول حاجة قبل ما نبدأ الفيديو ديالي، غادي نشكر الناس اللي شافوا الفيديو الأول والناس كذلك اللي كتبت لي في التعليقات. صراحة فرحت بزاف، وخصوصا في الظرفية ما أحوجنا لشي حاجة اللي تدخل علينا الفرحة والسرور للقلب ديالنا. الحمد لله، شكرا. فالشكر الجزيل لكم كاملين. الله يحد الباس ويا رب يتفرج علينا، نرجع للحياة الطبيعية ديالنا، ويا رب يجعل هادو الناس اللي ماتوا يجعلهم يا رب من الشهداء، ويا رب تشافي هادو الناس اللي مرضين. دابا غادي نمر لتقديم المكونات. عندنا هنايا وصفة ديال الحرشة، هذه واحد الحرشة اللي صحية، يعني كنعملها بواحد الشكل يومي تقريبا للأطفال ديالي، يعني صحية بالمكونات اللي فيها. دابا غادي نمر باش نقدم لكم المكونات. هادو هما المكونات. غادي نبدا من اليمين، عندنا كاس ديال العنبة ديال طحين الذرة، زائد كاس العنبة ديال طحين الشعير، كاس العنبة ديال الفينو. هي صراحة كتجيب بسميدة رقيقة، ولكن أنا ما عنديش سميدة رقيقة فعوضتها بالفينو. حنا كنعرفوا أن في هذه الظرفية هذه اللي كنعيشو، يعني الخروج بصفة مترددة شي حاجة اللي ملبودة، فقلت ماشي مشكل نعوضها بالفينو. كذلك اللي ما عندهاش الفينو تقدر دير الزرع بالنخالة إلا كان عندها. حنا كنعرفوا ان النخاله يعني راه صحيه، فيها الالياف الغير الدائبه. بالنسبه للناس اللي كيجيهم الامساك راه مزيان لهم ياكلوا النخاله، ومنين يبداو يعجنوا يعني الزرع بنخالته ما يغربلوهاش. نزيدو عندنا كاس ديال الماء دافي، وكاس ديال الحليب دافي كذلك، وجوج بيضات، ونص معلقه ديال الملحه، وخميره ديال الحلوه وحده من فئه 7 غرام، وكذلك هذا معلقه كبيره ديال عصير الحامض. علاش عملت عصير الحامض؟ لان عصير الحامض كيزيد من الفعاليه ديال الخميره. بدل ما نعمل جوج خميرات هاد الحلوه، فزدت ديك معلقه كبيره ديال الحامض باش نزيد من الفعاليه ديال الخميره، باش تولي مجهده. وحنا كنعرفوا يعني الحمض صحي مزيان، الانسان يضيفه للوصفات ديالو راه شي حاجه اللي صحيه. وبحال دابا مثلا بالنسبه للناس اللي كيعملوا الخميره البلديه، راه هاد الوصفه هادي تقدر تعمليها بالخميره البلديه، يعني نزولوا ديك الخميره الكيماويه، نزولوها ونعوضوها بكاس ديال الخميره البلديه. غير هي هاد الوصفه خاصها تعجن بالليل وتنزل، وفي الصباح ان شاء الله من تبدا السيده كطيب الفطور ديالها، ديك الساعات طيبها مع الفطور وكتجي لذيذة وطبه وزوينه بالخميره البلديه. دابا نبداو في خلط المكونات. هنايا درت جوج بيضات والملحه، غادي نضيف لهم كاس ديال الماء دافي، وغنضيف لهم كاس ديال الحليب، وغنخلط هذا الشيء مزيان بالخلاط اليدوي. عاد ديك الساعات نضيف المقادير الناشفه. ودابا غادي نضيف، بعد ما خلطت المقادير الاولى حتى ولات على هذا الشكل، يعني حتى ترغب داك البيض، دابا غادي نضيف طحين ديال الشعير، كاس ديال طحين الشعير، وغادي نضيف كذلك طحين الذره، وكذلك الفينو. انا قلت الفينو نقدر نعوضوه بسميدة رقيقة، ونخلط هادشي. عاد نزيد نضيف باقي المقادير. بعد ما خلطتهم غادي نزيد الخميره، ساشي ديال الخميره، وغادي نخلط حتى الاخر. عاد نضيف ديك معلقه ديال عصير الحامض. دابا ملي نضفت الخميره اخر مرحله، غنضيفو عصير ملعقه كبيره ديال الحامض، هذا كيبقى حتى لاخر المرحله. عاد كنضيفوه ونخلطو مزيان، خلطو مزيان المقادير مع بعضياتها حتى تنسجم مع بعضياتها. واحد المكون
سمحوا لي واحد المكون نسيت ما قدمتوش في المكونات فاش كنت كنقدم العناصر ديال الوصفة. مكون اللي هو ما كنستغناوش عليه، يعني ضروري ومهم في هذه الوصفة، هو اللي كيعطيها واحد المذاق، اللي هو نص كاس ديال الزيت البلدية. صافي ماشي مشكل، غنضيفه هنايا في اخر مرحلة ماشي مشكل. المهم غير ما تنساوش الزيت البلدية، راه ضروري، هي اللي كتعطي واحد النكهة للحرشة، كتعطي واحد النكهة رائعة، فضروري تعملو نص كاس ديال الزيت رومية، ماشي نص كاس ديال الزيت بلدية، نص كاس ديال الزيت بلدية. صافي زيت العود، ما تعملوش الرومية. الو غادي نضيفو شي مشكل في اخر مرحلة، وغنخلط. هذا هو الخليط ديالنا بعد ما خلطت جميع العناصر، وغادي نعاودها الزيت بلدية ما تنساوهاش. مهم عندكم من 4 كاس حتى لنص كاس، اللي بغات تعمل 4 كاس راه كتجي زوينه، واللي بغات تعمل نص كاس ديال الزيت بلدية راه كتجي زوينه، لان هي كتعطي واحد النكهه رائعه. وهذا هو القوام ديال القوام ديال الحرشه ديالنا، يعني كتكون سائله شويه، ماشي مجموعه. دابا غادي نعمل، غادي في مقله ديال الطيفال، رشيتها دهنتها بشويه ديال الزيت، ورشيتها بشويه ديال الفينو، يعني عنده السميده الرقيقه، رشها بشويه ديال السميده الرقيقه فعيط الفينو. ودابا غادي نكبها في المقله، وغادي نعملها على عافيه مهيله. قبل ما نكبها في المقله غندير المقله تسخن شويه، غير تسخن شويه، وديك الساعات ماشي غير تسخن، غير تدفى، وديك الساعات نكب عليها الحرشه ديالنا السائله، ونديرها على عافيه مهيله. هي كطيب على عافيه مهيله، حتى كطيب من الوجه التحتاني، هذيك الساعات كنقلبوها طيب الوجه الاخر اللي بقى لها. صافي يلا نتلاقاو من بعد ما طيب الحرشه ديالنا. هنايا بعد ما طابت من التحت، دابا غادي نقلبها على الوجه ديالها باش تطيب من الفوق، وهي كتجي هايده يعني مثقبه، فهمتي، لانها سائله كتجي هايده. ديك الساعات غنقلبها وباش طيب على هاد الوجه اللي ما طابلهاش، حتى كتكون شاده في راسها عاد كنقلبها. المقادير راكي كتخرج لنا فيهم 3 د الحرشات متوسطين، لان انا العول ديالي كيبغيوها رقيقه، ما تيبغيوهاش غليظه بزاف، فهمتي، فهاد المقادير كتخرج 3 د الحرشات متوسطين. دابا بعد ما قلبتها غادي نرجعها للغوطه باش تطيب على الوجه الاخر اللي بقى لها، ودائما العافيه تكون مهيله مهيله مهيله، يعني حتى الحد الادنى ديال العافيه، مش كطيب شويه عليها، ما كتخطفش في الطياب، مش كطيب مزيان من الداخل. هذه هي الحشه ديالنا بعد ما طابت، هي كتجي هايده مثقبه، كتجي بحال مشقوقه لانها سائله، حاجه طبيعيه غتجي مثقبه ومشقوقه. عندنا المقله اللي استعملت القطر ديالها كان 19 سنتيم، وبالنسبه انا قلت لكم المقادير يخرج لكم 3 ديال الحرشات صغار متوسطين بهذا القطر اللي عطيتكم ديال المقله، واللي كتعجبو يعني الحرشه شويه غليظه في السمك ديالها، المقادير يخرجوا له 2 ديال الحرشات. وهادشي اللي كاين صراحه، هي حرشه لذيذه ورطبه وهشيشه وعاد صحيه بالنسبه للدراري الصغار، وبالنسبه حتى للفطور ديال الصباح يعني زوينه في الفطور ديال الصباح. وكان هذا هو الفيديو ديالي، ان شاء الله لنا عوده او لنا موعد، لنا موعد ان شاء الله مع فيديو قادم ومحتوى جديد. سلامي لكم جميعا أحبائي المشاهدين.